السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سيف علي. اليوم شرح للحاسبة ديسكتوب، وهي ممكن من خلالها نتعرف على الأجزاء الرئيسية للحاسوب، سواء كان لابتوب، سواء كان جهاز لوحي، أو سواء كان موبايل. فالأجزاء هي نفسها ما تتغير، ولكن أحجامها وأشكالها راح تختلف وسرعها أكيد. فهنا راح نشوف الجزء الرئيسي وهو المذر بورد، هاي القطعة الزرقاء الكبيرة اللي تثبت عليها القطع على المذر بورد، والباور سبلاي مجهز القدرة، تخرج منه أسلاك بفولتيات مختلفة، هو يحول من 220 إلى فولتيات عدة حسب حاجة كل جهاز. بعد عندنا الهارد درايف، خزن البيانات وخزن نظام التشغيل. ممكن حاسبة تشتغل بدون هارد درايف، ماكو إشكال، بس ما راح تحمل بيانات. هنا عندنا هذا الدي في دي مالتنا، وهنا المنافذ اللي راح اصورها لكم من الجهة الخلفية ايضا. هذا عندنا كارت الشاشة معالج الرسوميات، يحتوي معالج خاص بمعالجة الرسوميات. بعد عندنا سي بي يو اسفل هذه الفان، وهو معالج الجهاز، دائما ثبت عليه فان حتى تحافظ على تبريده. هنا عندنا رامات عدد 2، نوعين مثل ما مكتوب DDR2، وعندنا اضافات اكسباندينج 2، اذني اذا نريد نضيف بعد رامات. بعد عندنا النورث بريدج، ايضا نوع من البروسيسرات، هذا النورث بريدج اللي يوالم بين الرام والسي بي يو والاخراجات حسب ما اتذكر. هنا عندنا ساوث بريدج اللي يوالم بين هذني الاكسباندينج كارت الشاشة والسي بي يو والرامات، هذا الساوث. بعد هذني نقدر نضيف عليه النتورك، نقدر نضيف عليه صوت. هذه البطارية، بطارية البايوز، تحافظ على الوقت مال جهاز خزنه والاعدادات اللي نخزنها بالبايوز. بعد هنا عندنا الاي دي اي، طبعا نظام قديم، الهارد درايف القديم والدي في دي القديم يشتغلون على الاي دي اي، والجديد يسموه الساتا. هذا الساتا مثل ما تشوفون اصغر. هنا عندنا 2 اضافيات، وهنا واحد رابطي للهارد وواحد رابطي للدي في دي. هذا واحد رايح للدي في دي، وهذا الثاني باور، وهذا الدي في دي، وهذا الباور مال دي في دي. من خلال هذني نقدر نوصل بيانات للماذر بورد وبالتالي معالجتهم. مثل ما تشوفون أصدقائي، هذا الجزء الخلفي للجهاز، هذا الباور سبلاي، هذا مفتاح الاون اوف مالته، وعندنا هنا الماوس والكيبورد. طبعا هذا النظام قديم اللغة، هسه كله USB. وهنا هذا منفذ اتوقع للصوتيات، هنا هذا منفذ طابعة ايضا اللغة، هسه طابعة تشتغل باليو اس بي. هذا منفذ الشاشة بعد الحد ما نستخدم اذا مو اتش دي، هذا منافذ يو اس بي، وهذا الايثرنت لاتصالات الانترنت، هذا ايضا يو اس بي. وهنا عندنا للميكروفونات، واوت للاخضر دائما يكون للسماعات. بعد هذا كارت الشاشة، اكو انواع فيش تربط على التلفزيونات، هاي الفيشة، وهذه اللي تربط على شاشة العرض للحاسبة. لهنا ينتهي درسنا وياكم، شكرا للمتابعة.